عم تسمع راديو أوريت. راديو أوريت يقدم. حينما تكون الصورة مكتملة تصبح التفاصيل بحد ذاتها حكايا نناقشها. برنامج تفاصيل يوميا بالاشتراك مع تلفزيون أورينت نيوز الساعة 10 ليلا بتوقيت دمشق. انتوا عم تسمعوا راديو أورينت. مستمعينا، هل ساندت الولايات المتحدة الأمريكية فعلا وقولا المعارضة السورية؟ هل يراهن المعارضون السوريون فعلا على رحيل الرئيس المتردد كما يصفه البعض للتوصل إلى حل سياسي؟ وكيف ينظر إلى الحضور العسكري الأمريكي بأشكاله على الأرض السورية؟ هذه الأسئلة نناقشها مع ضيفي في هذا المحور، الأستاذ جورج صبرا نائب رئيس الوفد المفاوض عن الهيئة العليا للمفاوضات في جنيف، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ميشيل حنا الحاج. أهلا بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ معك أستاذ ميشيل. مرحبا بك. أهلا بك. يا أهلا وسهلا. نعم أستاذ ميشيل، يعني سأبدأ معك من موضوع مساندة الولايات المتحدة الأمريكية للمعارضة السورية، هل هو واقع أم اتهام؟ الولايات المتحدة بدأت في بداية التمرد في سوريا في عام 2011 بدأت فعلا تنظر نظرة عطف لذاك التمرد، لأنها رأته أنه تحرك شعبي شبه علماني يقوده مزارعين وأطباء ومهندسين وناس عاديين، لكنها بدلت موقفها عندما تحولت المعارضة من مجموعات علمانية حيادية ذات أهداف سياسية محدودة جدا، هي الديمقراطية تطالب الديمقراطية، إلى تجمعات إسلامية مسلحة. هنا بدلت الولايات المتحدة بالذات الرئيس أوباما موقفه من المعارضة السورية ووضع خطا أحمر أنه فقط سيتدخل إذا استخدمت سوريا السلاح الكيماوي، وقيل بأنها قد استخدمته وهكذا المعارضة اتهمتها في مرحلة من المراحل، فهدد بالتدخل وأعد الخطط لذلك. لكن هنا تدخلت روسيا بعملية دبلوماسية ذكية جدا واقترحت عليه تدمير الأسلحة الكيماوية التي موجودة في سوريا، تدميرها تحت إشراف دولي، فحصل ذلك. ومن هذه النقطة تراجع نهائيا أوباما عن فكرة التدخل العسكري في سوريا باستثناء تدخل محدود لجانب الأتراك، وهذا ما نعرفه وسنتطرق عليه في مناقشة السؤال. نعم أستاذ جورج صبرا نائب رئيس الوفد المفاوض للهيئة العليا للمفاوضات في جنيف، مرحبا بك أولا، وسأطرح عليك السؤال ذاته، يعني وأنت من داخل المعارضة السورية، هل ساندت الولايات المتحدة الأمريكية فعلا وقولا المعارضة السورية؟ أهلا بك وبالمستمعين وبالضيف الكريم. الحقيقة يتضح بعد 5 سنوات من انطلاق الثورة السورية أن الدعم الأمريكي للثورة السورية كان دعما اسميا لفظيا فقط أكثر منه دعما عمليا، ولو شاءت الولايات المتحدة لساعدت على انتصار الثورة خلال عامي 2011-2012. يذكر الجميع أن مدينة حماة المحافظة استقبلت السفير الأمريكي في منتصف عام 2011 بنصف مليون متظاهر سلمي يحملون أغصان الزيتون ويهتفون للحرية والكرامة والديمقراطية.
لكن الحقيقة تعرضت الثورة السورية لخذلان من المجتمع الدولي وأقول أكثر من السياسة الأمريكية، ولم يكن مطلب الثورة السورية في أي يوم من الأيام هو تدخل عسكري مباشر بجنود الأمريكيين. كنا دائما نقول no boots on the ground، لكن يستحق الشعب السوري الدعم من أجل الدفاع عن نفسه بعد أن استخدم النظام السوري كل القوة الإيرانية وكل القوة الروسية على الأرض السورية. ثم عندما قام النظام باستخدام السلاح الكيماوي، وهذا ليس كما قيل أنه استخدم السلاح الكيماوي، هناك تقارير دولية محايدة في ذلك، كان هناك خطوط حمراء، وللأسف الرئيس الأمريكي كانت خطوطه الحمراء مرسومة على ورق ولم تكن حقيقة خطوط ضد المجرمين الذين يستخدمون أسلحة الدمار الشامل ضد الشعوب في أي مكان من العالم، ليس في سوريا وحدها. وعندما حملت السلاح الثورة السورية ولم يكن خيارها، بقي السوريون 6 أشهر يقتلون في الشوارع بصدورهم العارية والعالم كله يرى ذلك. عندما حمل السوريون السلاح للدفاع عن أنفسهم للأسف وحتى الآن لم يتمكنوا من أخذ الدعم اللازم مما يمكنهم من حقهم، هذا الحق الذي ضمنته جميع الشرائع السماوية والأرضية. لذلك نقول حتى اليوم لم تأخذ الثورة السورية ما تستحقه من الدعم الدولي ومن الدعم الأمريكي على وجه الخصوص. نعم، سأعود إليك أستاذ ميشيل، وربما هذا الموضوع كنت قد أشرت له في عدة مقالات لك، يعني المرحلة المقبلة والتي ربما يراهن عليها الكثير من المعارضين السوريين وهي رحيل الرئيس المتردد باراك أوباما، يعني برأيي قد تحمل المرحلة المقبلة انفتاحا سواء سياسيا أو عسكريا في القضية السورية. تماطل قضية الوصول إلى تسوية بانتظار رئيس جديد، هي تنتظر وصول جودة كما في مسرحية مول بك، ملاو ينتظرون وصوله ليحل النزاعات بينهم، فهم ينتظرون الرئيس الجديد الذي سيأتي في شهر 1 العام القادم. والوضع بالنسبة لسوريا طبعا، بالنسبة لأمريكا طبعا، سيأتي جودة، سيأتي رئيس جديد. كل ما في الأمر أن الرئيس الجديد قد لا يكون بالمواصفات التي يتوقعونها، أي مؤيد لهم وينخرط فورا بمعارك ضد الحكومة السورية. الولايات المتحدة تعلمت كثير من حروبها الماضية في فيتنام، في أفغانستان، في العراق، لدرجة أنه الرئيس أوباما وصف الرئيس جورج بوش الابن بدون تسميته بالرجل الأحمق، اعتبر تصرفاته في العراق تصرفات حمقاء، فهو لا يريد أن يرتكب تصرفات حمقاء كهذه. وقد يكون خليفته لديه نوع من القناعة المشابهة على الأقل، لأن الولايات المتحدة وليس الرئيس أوباما فقط تعلم من أخطار تلك الحروب المتكررة التي خضتها الولايات المتحدة على مدى عدة سنوات. نعم، سأعود إليك أستاذ جورج، وأنتم في المعارضة السورية هل فعلا تراهنون على قدوم رئيس غير متردد؟ ولماذا أيضا بعد 4 سنوات لم تقدم الولايات المتحدة الدعم المطلوب للمعارضة؟ هل نتوقع أنها يمكن أن تقدم ذلك في المرحلة المقبلة؟ سؤال الأكبر، هل راهن الشعب السوري على المجتمع الدولي أو على الوضع الإقليمي عندما قام بثورته؟ أذكر الجميع عندما قامت الثورة السورية كان يعرف السوريون أن جميع أصدقاء الثورة اليوم كانوا أصدقاء لنظام بشار الأسد وله شخصية، من المملكة العربية السعودية إلى تركيا إلى قطر إلى جميع دول الإقليم إلى فرنسا إلى بريطانيا إلى الولايات المتحدة بالذات. لكن قام السوريون تحت حمل 50 عاما من الاستبداد والقهر الذي لا مثيل له في كل أنحاء العالم، لذلك وحتى اليوم لا يراهنون لا على قدوم رئيس أمريكي جديد، إنما يراهنون بالفعل على عزيمتهم، وها هم مستمرون
لكن من حق السوريين أن يقولوا لمن يصدح في الديمقراطية والحرية ليلا ونهارا ويتحدث عن منظومة قيم إنسانية أن يكون صادقا ويقرن الفعل بالقول. يتحدثون عن حقوق الإنسان وها هي تقارير منظمات حقوق الإنسان. نحن لا نتحدث عن إحصاءاتنا، نحيل الناس جميعا إلى تقارير الأمنستي، إلى Human Rights Watch، ليرى العالم ويسمع حقيقة ما يجري في بلدنا. لذلك نحن نطالب بحقنا من أن نتمكن من الدفاع عن أنفسنا، وحق العالم على حق الإنسانية جمعاء أن تطرد من صفوف الحكام فيها مجرمين مثل الذين يقومون بالجرائم في دمشق. نحن لا نطالب الولايات المتحدة بالتدخل، نحن كنا ضد التدخل الأمريكي في العراق ولا نريد تدخلا على الأرض السورية، لكن نريد الدعم الحقيقي لشعب يريد الحرية. عندما أرادوا أن يفعلوا شيئا في تونس، في ليبيا، في مصر، لم يكلفهم ذلك غير رسائل، لكنها رسائل كانت حاسمة. للأسف نحن نعرف العقدة السورية، نحن نعرف جملة المصالح التي تجري في بلدنا، لكن كيف يمكن أن نفهم أن تترك الساحة الآن للروسي لأن يفعل في البلد عبر قواته المسلحة ما يريد، وكذلك يمد يده على الملف السياسي ويحاول تصنيعه وفق أهدافه الاستراتيجية ومصالحه في المنطقة؟ والولايات المتحدة والغرب عموما يكتفون بالنظر مستغربين مما يجري. نعم، سأعود إليك أستاذ ميشيل. يعني الحضور العسكري الأمريكي، يعني بغض النظر عن شكل هذا الحضور، يعني إلى ماذا يرمي؟ يعني إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد لهذه الثورة أن تتحول إلى ثورة عسكرية وتريد أن تبقى ثورة علمانية لمزارعين وعلماء، وهي التي أعلنت عن إرسال 250 عسكري أخيرا إلى سوريا، ربما أرسلت آخرين قبل هؤلاء 250. نحن نعرف أن لها تواجد في الشمال السوري في منطقة الأكراد وبالذات في منطقة كوباني، لها قاعدة هناك أو تبني قاعدة هناك، كما توسع مطار أعتقد في منطقة اسمها الرميلات، لا أذكر بالذات، لكن في الشمال الكردي أيضا، الشمال الذي يقتلون أغلبية كردية، وهو مطار سيكون قادر على استقبال طائرات كبيرة. امتداد الرانوي سي راح يكون 1300 متر بعد أن كان 700 متر، وبهذا عن طريق هذا المطار ستصل المساعدات العسكرية والتسليحية إلى الجيش السوري الديمقراطي المسمى بالجيش السوري الديمقراطي، وأيضا سيصل أولئك الخبراء الأمريكيين الذين سيقدمون العون لهذا الجيش السوري الديمقراطي. أنا أخشى ما أخشاه أن تكون هذه القضية هي الخطة الأمريكية، أي انتزاع منطقة معينة من سوريا تضعها تحت نفوذها ردا على الخطوة الروسية التي أرسلت قاعدة لها في حنمين، وفي طبعا كان لها قاعدة في طرطوس والآن أصبح لها قاعدة في حنمين قرب اللاذقية. فيمكن هذا هو الرد الأمريكي، هذه هي الخطة باء. أستاذ جورج، يعني تحدثت ربما الولايات المتحدة طويلا وكثيرا عن دعم المعارضة المعتدلة وعن تدريب 5000 مقاتل في هذه المعارضة، وإذا بها اليوم تتحدث عن الدعم لقوات سوريا الديمقراطية أو جيش سوريا الجديد وفي الشمال الكردي تحديدا، يعني كيف نقرأ ذلك؟ للأسف كل الجهد الأمريكي العسكري على الأرض السورية بعيدا عن دعم الثورة السورية والشعب السوري، قامت بالحملة الدولية ضد داعش في حلف ضم أكثر من 60 دولة. بعد أكثر من عامين من هذه الحملة الكبيرة، ما الذي حصل؟ ما زال داعش في الرقة، توسعت باتجاه مناطق أخرى، وكان هناك المزيد من الضحايا
لكن دون أن تستطيع هذه الحملة من أن تقهر داعش أو أن تزحزحها من أماكنها. هذا يثبت أن محاربة الإرهاب وداعش على رأس هذه المنظمات الإرهابية هي مهمة الشعب السوري، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا في إطار خطة سياسية حقيقية لسوريا المستقبل، يكون للشعب السوري ولقوى الثورة دور فيها. نجح الثوار في طرد داعش من غوطة دمشق، من محافظة إدلب، وها هم يتابعون فلول داعش في ريف حلب. وكان فعل الثورة السورية في محاربة داعش أكبر بكثير من فعل كل طائرات التحالف التي توقفت أخيرا عن هذا الجهد. أما العزم الأمريكي هذه الأيام باتجاه دعم فئوي في سوريا، حقيقة دعم حزب البي دي وما يسمى قوات سوريا الديمقراطية من أجل مآرب خاصة تحت عنوان محاربة داعش. من يصدق أن الكرد يمكن أن يحارب داعش؟ المسيحيون يمكن أن يقهروا داعش؟ ليس من يقهر داعش هو أبناء الأقليات رغم الاحترام للجميع. إن قهر داعش لن يتم إلا بيد أكثرية الشعب السوري التي تملك الأرض والحياة والمستقبل في سوريا. نعم. لذلك لابد أن يكون ذلك ضمن خطة سياسية من أجل محاربة الإرهاب، كل الإرهاب، إرهاب الدولة القابع في قصر المهاجرين بدمشق، وإرهاب الدولة الإسلامية في العراق والشام، داعش القابعين في الرقة أيضا. نعم. في آخر دقائق من هذه الحلقة سأطلب منكما ضيفي الكريمين الإجابة على سؤال الحلقة الرئيسي، وربما سبق وأشرت إليه في بداية الحلقة، يعني ماذا يريد أن يحقق الرئيس الأمريكي اليوم في الوقت بدل الضائع من وجوده في البيت الأبيض، ونحن نشهد تحركات متسارعة تومئ بأنه يريد الحل في سوريا سواء كان عسكريا أو سياسيا؟ وأبدأ معك أستاذ ميشيل في أقل من دقيقة. أنا لا أعتقد أنه يريد الحل عسكريا، أعتقد أنه يريد الحل السياسي. وهناك الآن صراع بين عقيدتين، عقيدة أوباما وعقيدة الملك سلمان. عقيدة أوباما يطالب بالحلول السلمية عن طريق مؤتمر جنيف بالتفاهم، وأوافق الرفيق جورج هبرة بأنه لن يقاتل الدولة الإسلامية إلا الشعب السوري بجناحيه، جناح الحكومة وجناح المعارضة المسلحة، يتفقان ويقومان بشكل مشترك بمحاربة الدولة الإسلامية. فلا مجال لهزيمة الدولة الإسلامية إلا بهذه الطريقة، باتحاد الشعب السوري بكافة أجنحته. نعم أستاذ جورج، يعني برأيك تحركات الرئيس الأمريكي في الوقت بدل الضائع من وجوده في البيت الأبيض، هل هي تحت ضغوط من أصدقاء الشعب السوري؟ أنا لا أرى سياسة الرئيس أوباما تسعى نحو حل عسكري في سوريا ولا حتى إلى حل سياسي، لأن أي حل سياسي يتجاهل إرادة الشعب السوري ويتجاهل الحقائق على الأرض هو ليس حلا سياسيا حقيقيا. إن أي حل سياسي لا يأخذ بالاعتبار مطامح السوريين وتضحياتهم خلال 5 سنوات لا يمكنه أن يستند على الأرض. لذلك أنا أعتقد أن سياسة الرئيس أوباما ستبقى عرضة للانتقادات من كل الجهات، انتقادات الكونغرس الأمريكي أيضا، انتقادات حلفائه في أوروبا، وانتقادات أيضا حلفائه في المنطقة. إن سياسة الرئيس أوباما لم تخذل الثورة السورية وحدها، لقد خذلت الدول الكبرى في المنطقة وهي صديقة للولايات المتحدة، والحقيقة لم تساعد على إنهاء عدم الاستقرار، على إنهاء العنف والتطرف والإرهاب، إنها تعمل على إطالة أمد الأزمة أكثر.
نعم، في نهاية هذه الحلقة اسمحوا لضيوفي أن أشكركم على هذا الحضور، الكاتب والمحلل السياسي أستاذ ميشيل حنا الحاج من عمان، الأستاذ جورج صبرة نائب رئيس الوفد المفاوض عن الهيئة العليا للمفاوضات في جنيف من باريس، وأيضا من لبنان الأستاذ حسين سلامة المدير العام لوكالة النيوز وموقع الوقائي التخصصي، الكاتب والمحلل السياسي المتخصص بالشأن الأمريكي والشرق الأوسط من واشنطن الأستاذ محمد عويس. شكرا لكم ضيوفي في نهاية هذه الحلقة، مستمعينا لكم ولسوريا السلام. الثورة، سوريا مع الثورة.